الخيانة هي أبشع موقف نقدروا نتعرضوا ليه في حياتنا، خصوصا منين كنعطيو الثقة للشخص اللي ما يستاهلهاش. ولا طعنك شخص في ظهرك فهذا أمر طبيعي، ولكن منين تتلفت وكتلقى الدقة جاتك من أقرب الناس فهذه هي الكارثة. فالخيانة كتحطم القلب وكتنزع الحياة من أحشاء الروح. قصة اليوم غادي تكون عن خائن دوز معايا حياته كلها وهو كيبحث عن أعذار ومبررات الخيانة ديالو. تبعوا معايا القصة ديالي، استافدوا منها وأكيد خودوا منها العبرة. فرجة ممتعة. على بركة الله نبداو القصة ديال اليوم. صاحبة القصة كتقول: الآن أنا عمري 27 سنة تقريبا. فاش كان عندي 18 سنة تعرفت على واحد الشخص، وداك الشخص بغاني وبغيته، تقدم ليا وزوجنا على سنة الله ورسوله. دوزنا واحد عام ديال العشرة الطيبة وكنا عايشين مزيان. دزت واحد المدة السيد تبدل عليا بزاف، ما بقاش كيدخل الدار بزاف ولا هز التليفون بزاف. مهم انا ما بقيتش مرتاحه للتصرفات ديالو، حسيت ان كاين شي حاجه. المهم واجهته بالامر، قلت ليه علاش كتعامل معايا بهذا البرود ومالك على هذه العزله وديما هز التليفون ديما ما دخلش للدار. المهم هو عطاني مبررات واهيه ما تدخلش للعقل. حاولت نصدقها وندوزها بكاس الماء باش العشره تستمر. التمارة ديال هاد العشره ديال الزواج جوج الاطفال، ولد وبنت. بقيت في هاد العلاقه السامه مده 5 سنوات. كنحاول ندير راسي ما كنفهمش وعايشه معاه الحياه على قبيل دوك الوليدات. واحد النهار واحد الشخص من العائله ديالو هو نيت جا وبلغني بواحد الخبر اللي كان بمثابه صدمه زازعت الكيان ديالي. قال لي يا راه الزوج ديالك عنده علاقه مع امراه مزوجه. انا ما صدقتش الامر وحاولت ما نواجهوش لانني عرفت واش كيسوى. بقيت كنتجسس عليه في الهاتف، مره كنتبعو. مهم التليفون بقيت تابعه حتى اكتشفت شي صور خليعه هو ديك السيده. ما واجهتوش بالامر، قلت خليني حتى نشدو حي. بقيت تابعه. واحد النهار تكلقاه كيدخل لواحد الدار مع هذيك السيده. دخلت واجهته. منين واجهته تخيلوا واحد الموقف وقعت فيه، تمنيت الارض تشق وتبلعني وما نطيحش في داك الموقف. حاول يعطيني مبررات ما العقل ما يصدقهاش. هو السيد انا جديته متلبس وكيعطيني مبررات العقل ما يصدقهاش، يعني بحال كيهضر مع شي دري صغير وكيحاول يقنعه انه راه ما كاين والو. المهم جينا للدار وقعت مشادات بيني وبينه وقاطعته. السيد بعد عليا واحد المده ديال 3 شهور ما بقاش كيدخل الدار. المهم انايا عشت في الفقصه وفي الاعصاب وفي الضغط النفسي، وليداتي عايشين معايا نفس الحاله. مشيت واحد النهار بقيت تابعه عاوتاني، لقيتو كيدخل نفس الدار. جبت ليه الجندارم لان هذيك البلاصه اللي كنا ساكنين فيها الجندارم هو اللي ليه السلطه ماشي البوليس. جبت ليه الجندارم هزوه وياه بتهمه الخيانه الزوجيه. هي مزوجه وعندها وليد وهو كذلك راه مزوج وكيقوم بفعل الخيانه الزوجيه. مشاو لهذا المقر الدركه وحققوا معاهم ووصلوهم للمحكمه. المهم جا وقت الحكم. فاش مشيت للمحكمه بقاو عليا الناس تضغطوا عليا على وجه وليداتك، سامحي ليه. ما لقيت كي ندير، سامحت ليه وخرجته. هي حكموا عليها ب 4 شهور وهو خرجوه. من نهار خرجوه غبر ليه الاثار، ما بقيتش كنشوف لا مصروف لا تليفون.
لا حتى خبر عليه. والديا ووالديه هما اللي كانوا كيعاونوني في المصروف ديال الوليدات. المهم بقيت كنقلب عليه، بقيت كنقلب في التليفون، كل مره كنتواصل معاه كل مره على اساس انه يجاوبني. حتى لواحد النهار جاوبني، مده ديال 4 شهور عاد تقريبا جاوبني. منين جاوبني قال لي انا خدام وما عنديش الوقت باش نجي نشوفكم. قلت لي انت خدام الله يعاونك، ومصاريف الدراري شنو غنديروا فيها؟ المهم السيد ما سوقش ليا، خلاني في ديك الحاله هكاك. وصلت المده اللي خرجت فيها ديك السيده اللي كان وقع لي معها الجرم المشهود. منين عرفها غادي تخرج جا وخرجها ومشى كره هو وياها. من بعد عرفت المقر فين جالس هو وياها ومقر السكن ديالهم هو وياها. ما لقيت ما ندير، غادي تقولوا لي مدلوله، غتقولوا لي ما عندك نفس. انا لحد الان وانا كنحاول ما امكن نراعي على قبال دوك الوليدات، وما بغيتش نفرقهم على باهم. هزيت دوك الوليدات ومشيت عندو للدار فين كاينه. الدار كانوا فيها جوج بيوت، قلت لي انا غنشد بيت والمراه الاخرى غتشد بيت. مشيت لقيت المراه حامله وقربت تولد. انا شديت بيت مع وليداتي بجوج وهي شاده بيت. في الاول تقبل الوضع ولا كيصرف علينا عادي، كيجيب اللي كيجيب كنقسموا حنا بجوج. دازت المده قلبو اصلا ميل لهذيك السيده الاخرى، ولا كيصرف عليها هي، انا وليت بحال شي خدامه عليهم. كان صياغ، كان جفاف، كان طيب، المصروف قليل، كياكل هو وياها في بيتهم وكيخلي لي اللي شاط انا ووليداتي. صبرت التعيت. المهم شفت التعيت ما لقيت ما ندير، هزيت وليداتي وجيت في حالاتي. قلبت على خدمه ودبرت على سكن فين نجمع وليداتي، بيت على قدي، والحمد لله انا خدامه خديمه على قد الحال، وحاولت ما امكن نهز راسي ونهز وليداتي. هذه قصتي وهذه حكايتي، جيت نشاركها معكم لعل وعسى تاخذوا منها العبره وما تكرروش الاخطاء اللي درت. الى اللقاء في قصه قادمه بحول الله.